حروبنا وسلامنا، كفاحنا وحريتنا، هزارنا وابتسامتنا. فكرت كتير ابتدي منين، فوجدت ان البدايه المناسبه تكون من اهم اغنيه ممكن يغنيها اي شعب، النشيد الوطني. النشيد الوطني للبلد عادة بيبقى فصل مهم من فصول تاريخها. مصر من أوائل الدول في العالم اللي كان ليها سلام وطني، وتحديدا من عام 1869 في عصر الخديوي إسماعيل. ولكن ولعشرات السنين مصر كانت بتبحث عن نشيدها الوطني،